بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين. وقفنا المره اللي فاتت لغايه فين؟ حد فاكر؟ لما وقعوا عند التوقيع، لكن هو وقعه يعني لما القديس كيرلس بعت الاثنين من الاكليروس وقال له ما تسلموش خطاب الشركة الا لما يوقع على وثيقة المصالحة الاول اللي هي عبارة عن الشروط اللي احنا قلناها قبل كده مرارا وتكرارا واللي تأكدت كتير قوي، حرم النسور، العذراء والدة الإله، الإقرار بكتاباته أنها سليمة لأن كانوا عايزين يقولوا أنها تعملت يعني أنه يتراجع عنها، الاعتراف بمكسيميانوس خلفا أو عوضا عن النسور. طبعا الموفودين من قبل البابا كيرلس انتظروا كذا يوم، يعني ما وقعوش بالسهل ومش كلهم وقعوا، مش كلهم وقعوا. لكن رجعوا قالوا للبابا كيرلس ورغم كل هذه الآلام التي كابدها واحتملها وتسامح فيها لكن أصر على احترام قرارات المجمع المسكوني وعلى يعني تعليمه انها لها قوة المجمع، المجمع اقرها، لكن كل ما هو شخصي وكل معاناة شخصية عانى منها اعتبر ان هي من اجل الله فتغاضى عنها. واول لما قالوا له خلاص وقعوا فرح قوي، ودي من طباع رجال الله الأتقياء، طوبى للصانع السلام إن هو يعني إيه حقق سلام وصلح ولكن ليس على حساب الحق وليس على حساب الإيمان، لأنها لا مجاملة في الإيمان. الواحد يتساهل ويتسامح في حقه الشخصي، وده اللي عمله القديس كيرلس، حقه الشخصي لان كان ممكن استحالة يتصالح معه بعد اللي حصل له، ولكنه تساهل جدا 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 فيما يخص حقه الشخصي، ولكن كان صلب جدا 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 فيما يخص الإيمان واحترام قرارات المجمع وتعاليم الآباء. فرح القديس كيرلس ان الامور يعني انتهت لكده، يوحنا طبعا لما قبل في الشركة فرح لانه طبعا كان معزول، كرسي أنطاكيا. طبعا خلي بالكم ما بقول كرسي أنطاكيا او حد يفتكر ان الحالي، احنا بنتكلم عن هيستوري، اقرب كرسي لينا شقيق كرسي أنطاكيا حاليا، بل بالعكس القديس ساويرس بنقدمه كمان على ابائنا، ودي ليه حكمة هنتطرق ليها لما يجي وقتها. ولكن كان كرسي أنطاكيا في الوقت ده بعد مجمع أفسس زي ما احنا عارفين كان
يعني محروم من الشركة، مش في شركة مع بقية الكنائس والكراسي، وخصوصا الكراسي الرسولية الكبيرة في ذلك الوقت، كان كرسي الإسكندرية وكرسي روما وكرسي القسطنطينية وأنطاكيا. فأول لما وقع على شروط المجمع اللي كل أباء مجمع أفسس أقروها، والملك من البداية الإمبراطور قال له إذا أنت وقعت على حرم من السور وكده فالمشكلة هتنتهي، فبدأ بقى يدي خبر للأباء بتوع الكراسي دول بما تم ويحكي لهم عشان يبقى في شركة طبيعية بدون مشاكل، يبقى زي زمان مفيش، يعني مفيش، مش معزول عن باقي الكنائس. فأول حاجة كتب هو واللي معاه رسالة إلى رؤساء الكنائس الرسولية، كيستوس أسقف روما والقديس كيرلس بابا الإسكندرية وماكسيميانوس أسقف القسطنطينية، يعلمهم بما فيها بما تم في المصالحة وخضوعه لقرارات مجمع أفسس. وهذا هو نص الرسالة، هقولها لكم، ودي ليها أهمية قصوى. خلي بالكم في بعض نصوص بتعمد وقاصد أقراها وحطها، لأن هتلاقوا بعد كده في كلام يتقال تاني. الرسالة اللي هنقراها دلوقتي مين اللي كاتبها؟ يوحنا الأنطاكي، بيحكي اللي تم ايه. ناخد لبالنا بقى كتب ايه، اوعى حد يسرح. قال يوحنا وجميع الاخرين الذين معي، احنا قلنا يعني مش هو لوحده، هو والاسقف اللي وقعوا يعني، يهدون تحياتهم في الرب الى المقدسين جدا والمحبين لله جدا، الإخوة والشركاء في الخدمة، كيستوس وكيرلس وماكسيميانوس. وهنا يبقى اعتراف صريح بماكسيميانوس اهو، لأن ده كان شرط من الشروط وثيقة المصالحة أن يوقع على الحاجات ده. هاي يقول إن الغيرة والاهتمام لأجل كل أولئك الذين صاروا كهنة وقد ائتمنوا على خدمة الأسقفية الإلهية من المسيح مخلصنا جميعا، يتطلب منهم أن يكونوا بارزين في الإيمان المستقيم لكي ما يعلموا الشعب الذي تحت مسؤوليتهم، فأنه هكذا كانت الأمور، لأنه خلال السنة التي انقضت ومنذ مرسوم الأباطرة الموقرين جدا والمحبين للمسيح، فإن المجمع من الأساقفة المحبين لله جدا قد اجتمع في مدينة أفسس لأجل مناقشة الموضوع الخاص بنستوريوس. خلي بالكم هو كان ضد المجمع قبل كده، فاكرين؟ وهناك حينما اجتمعوا مع المدافعين المرسلين من كليستينوس ذي الذكر السعيد الذي كان أسقفا لكنيسة روما المقدسة، ده كان تنيح طبعا في الوقت ده، فإنهم قد عزلوا نستوريوس السابق ذكره بالتصويت على اعتبار أنه يعلم تعليما غير مقدس ويعصر كثيرين،
فهنا اعتراف بعزل نستوريوس وحرم تعاليمه كمان. ولا يسلك باستقامة في الإيمان، ولكن حينما أسرعنا إلى هناك لأننا وجدنا أن هذا قد حدث فقد حزننا. ولهذا السبب فحينما حدث اختلاف بيننا وبين المجمع المقدس فيما قد حدث، فيما قد حدث وقيل، فإننا رجعنا إلى كنائسنا ومدننا حيث أننا لم نتفق مع المجمع المقدس في ذلك الوقت بسبب التوقيع بالعزل الذي حدث بالتصويت ضد نستوريوس. كلامه مظبوط، يعني بيحكي اللي حصل بالضبط، ان هم زعلوا انه اتعزل لانه كان بينهم صداقة وعشرة وزمالة. يقول فالكنائس تمزقت في شقاق، وأنه من غير المناسب أن يكون الكل قلقين بهذا بسبب هذا الوضع. ولكيما يتحد الجميع ويزول كل شقاق من وسطنا، وبسبب المراسيم الملهمة للأباطرة المتقين لله جدا والمحبين للمسيح بأن يتم هذا، فإنهم قد أرسلوا التريفون العجيب والسكرتير أرسطو اللاوس، وقد أبهجنا لأجل إزالة كل نزاع ولأجل إعطاء السلام لكنائس الله أن نوافق على تصويت المجمع المقدس الذي تم ضد نستوريوس، وأن نعتبره معزولا، وأن نحرم تعليمه الشائنة بسبب أن الكنائس التي عندنا قد حفظت دائما الإيمان المستقيم والذي بلا لوم كما عند قداستكم، وتحافظ عليه دائما وتسلمه للشعوب. ونحن نوافق أيضا على سيامة الأسقف ماكسيميانوس المقدس جدا والمتقي لله جدا على كنيسة القسطنطينية المقدسة. ونحن في شركة مع المتقين لله جدا في كل المسكونة الذين عندهم الإيمان ويحفظونه. يعني شايفين كل الشروط اللي اتقالت تضمنها طبعا بما فيها إقراره بالمجمع ويعني صحة قراره أو موافقته على قراره. قرارات المجمع دي بنيت على كتابات القديس كورولوس، أصبحت الكتابات دهيت لها قوة المجمع مقررة. هو ده إيمان الكنيسة. شوفوا بقى، يعني أنا معلق على الرسالة ده، بيقولوا يتضح من هذه الرسالة بجلاء أن وثيقة المصالحة لم تكن إلا الشروط التي وضعها مجمع أفسس، ولم يقبل المساومة فيها البابا كيرلس. لكن بمجرد أن تسلم القديس كيرلس الرسالة وعرف بما تم، يعني برضو يعني هم الرسل بتوع القديس كيرلس جم وادوله رسالة دهيت، طبعا قلنا فرح جدا بعودة السلام، وبما انه هو مفوض من الكنيسة الجامعة انه يقود او يمثل الكنيسة الجامعة في قبول يوحنا الانطاكي ومن معه، بما انه كان رئيس المجمع، فلقى ان من واجبه ايضا ان يدي تقرير بما تم
لأساقفة الكراسي الرسولية يقول لهم فيها ويفرحهم بما قد تم. فكتب برضو رسالة لهؤلاء الآباء، ومن ضمن هذه الرسائل رسالة إلى ماكسيميانوس أسقف القسطنطينية، بعت لكل واحد إيه رسالة. احنا قرينا رسالة يوحنا الأنطاكي وحكى إيه اللي تم. يقول قيرولوس يهدي تحياته في الرب إلى سيدي رئيس الأساقفة ماكسيميانوس التقي جدا والقديس جدا. لم يكن هناك شك أن صلوات قدستكم كانت فعالة دائما ومن كل وجه، ومخلصنا جميعا على استعداد أن يعلن رضاؤه على أولئك الذين يحبونه، حتى أن كل منهم يقول عن هذا بفرح وتهليل: سمع صوتي من هيكله المقدس وصراخي أمامه دخل إلى أذنيه. ده مزمور طبعا، يعني هو بيقول بيعبر عن الفرح. ها هي أعضاء جسد الكنيسة التي كانت قد تشتتت، قد التأمت ثانية بعضها مع بعض، ولا شيء يؤدي إلى عدم الوفاق بين أولئك الذين يباشرون إنجيل المسيح ككهنة. فنحن جميعا مكللون بإيمان واحد منذ أن طردنا خارج السياجات المقدسة نسطوريوس مبتدع الأفكار عديمة التقوى، وقد أبعدنا راعيا كاذبا عن الرعية النبيلة، وهذا النجاح قد تحقق كنتيجة لصلواتكم. لذلك حيث أن سلام الكنائس صار اهتماما ضروريا للملوك الأتقياء جدا، فنحن أنفسنا أيضا لكي يرفع من وسطنا الحاجز الذي يقسمنا ويؤدي إلى عدم الوفاق بيننا، نحن نصلي أن السلام الذي يسر الله جدا يضيء مثل النور، حيث أن يوحنا أسقف كنيسة أنطاكيا المحب لله جدا والأساقفة الأتقياء جدا الذين معه قد وافقوا كتابة. الوثيقة هي ايه؟ ايه هي بقى الوثيقة المصالحة اللي هي ده؟ قد وافقوا كتابة على عزل نسطوريوس وحرم تجاديفه الشريرة، لقد أرسلت رسائل الشركة إلى تقواه وإلى الأساقفة الآخرين، لقد اجتمعنا باتفاق الرأي حيث أن قدستكم وكل الأساقفة الآخرين الذين يشكلون كل المجمع المقدس يتفقون في هذا، فالانقسام والصراع لا يسودان بيننا، فنحن جميعنا لنا قصد واحد يتطلع نحو السلام. وفي الحقيقة لو أن الذين اختلفوا معنا في البداية وفصلوا أنفسهم عنا رغبوا فيه، يعني في السلام، يعني لما كان هناك أي صراع أو انفصال بين الكنائس بالمرة. إنه هو قال قبل كده كان ممكن لو جه متأخر طالما جاي من أجل الإيمان يطلع على الوثائق اللي موجودة، وطالما اتعملت بصواب خلاص ما كانش هيبقى فيه مشكلة يعني. فليكن مخلصنا مباركا، وهو الذي أنهى العاصفة ونشر السلام المرتبط بالقصد الواحد بسبب صلوات وشفاعات قداستكم وكل الآخرين الذين بسبب إيمانهم الحقيقي والمخلص
يقدمون له السجود والعبادة بالروح والحق. طبعا الرسائل المختصرة دهيت بتدي تلخيص للي تم بصدق وتركيز ووضوح. وهنا يعلن في الرسالة القديس كورولوس فرحه وسعادته بالسلام، ويوضح أن وثيقة المصالحة التي وقع عليها يوحنا ومن معه كتابة هي عبارة عن الشروط التي قررها مجمع أفسس، والتي لو كان تم قبولها من البداية لما كان هناك صراع أو انفصال بين الكنائس بالمرة، لأن دي الحاجات اللي أقبلوها خلاص، فضلوا شهور كده لكن وقت ما قبلوها خلاص انتهى الموضوع. ورغم كده طبعا انقسم الشرقيون إلى قسمين، فريق قبل المصالحة والقسم الآخر أصر على عدم القبول. مش قبول الصلح بس، قبول مجمع أفسس، ورفض التوقيع على قراراته وعلى عزل نسطور وحرم تعليمه وإنكار مصطلح والدة الإله، مصرين على كده. وكذلك لم يرتضي بعدم الإعفاء عن الأساقفة الأربعة السابق ذكرهم. فاكرين بولس أسقف حمص لما جه بعد ما خلص الكلام عن ما يخص الإيمان والمصالحة، عرض بعض المواضيع الجانبية اللي في السكة، كانوا ثلاث حاجات، مين فاكرهم؟ رسالة القديس أثناسيوس، صح، اللي هي أبكتيتوس اللي هي كانت فيها تزوير وخد المظبوطة من القديس كيرولوس. في الأربعة اللي كان حرمهم ماكسيميانوس وبعض وأساقفة القسطنطينية لأخطاء ليهم، فكانوا عايزين القديس كيرولوس، فطبعا رفض. أول حاجة لم يقبل الرسالة، صححها لهم واداهم الرسالة الأصلية وقال استحالة أحل حد اتحرم بسبب أخطاء. فهنا في ناس رفضوا إن بسبب إزاي ما يعفيش عن الأربعة دول. وطبعا كان سكرتير الامبراطور موجود وبيرصد ايه اللي بيحصل. فيوحنا الانطاكي اضطر ان ياخد اجراءات ضد المعاندين، يعني خد منهم موقف، ودول بعد كده المجموعة اللي انفصلت عن يوحنا الأنطاكي كونوا بقى بعد كده الطائفة النسطورية، انعزلوا وكونوا الطائفة النسطورية. موقف يوحنا منهم والمقاومة اللي لقاها خلت القديس كيرولوس يعني يطول آناته عليه ويتعاطف معاه بعض الشيء، انه يعني بيواجه برضو صعوبات فما نضغطش عليه قوي يعني. لكن ده اللي تم. وظن البعض ان خلاص بقى الدنيا هديت والمشكلة اتحلت من جذورها،
ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن في بعض الأحيان. فما أن تمت المصالحة وتم قبول يوحنا الأنطاكي ومن معه ممن وقعوا على شروط مجمع أفسس لقبولهم في الشركة، إلا وقد كشفوا عن وجههم الحقيقي ونواياهم غير المستقيمة، مما يدل إن هم وقعوا خوفا من السلطان، لأن مندوب الإمبراطور جاي. فبرغم أن المصالحة واضحة زي أنا شرح قصدت أشرح بالتفصيل خطوة خطوة موثقة بتعمد أقول النصوص سواء الآبائية والتاريخية لعل يظن أحد أن ده استنتاج شخصي أو انحياز لكنيستنا أو فهم خاص. فطبعا إجراءات المصالحة خدت أخذ وعطى كتير بصورة واضحة، حتى إن يوحنا الأنطاكي نفسه في الرسالة اللي كتبها قال اللي حصل بالفعل. وموقف القديس كورولوس ظل راسخا، لم يتهاون، لم يتنازل عن كتاباته، لم يقبل أن يحل أحد اتحرم من أسقف آخر ومن مجمع آخر بأخطاء عملوها. وأصر على أن كتاباته كتبت بصواب وأن كتاباته لها قوة المجمع، المجمع أقرها. وخصوصا البنود الاثناشر. ورغم كل هذا لكن نجد الشرقيين بالتخطيط سيودوريتوس أسقف قورش، اللي قلت لكم خلوا بالكم من الاسم ده قوي، لجأوا بقى لأسلوبهم التقليدي اللي اتبعوه من قبل، تزوير، تلفيق، ادعاءات كاذبة على القديس كورولوس، تلاعب بالألفاظ لتثبيت ونشر معتقداتهم ومفاهيمهم الخاصة. بدأوا يدعوا ان المصالحة تمت بطريقة تانية خالص، لدرجة فيه قالوا ايه بقى هقول لكم، في ناس بدأت تسمع الادعاءات دهيت ويتعجبوا ازاي القديس كورولوس يقبل كده، ازاي يتراجع، ازاي ازاي ازاي. طبعا القديس كورولوس فرحان ان السلام تم، ويوحنا الأنطاكي بنفسه بعت رسالة أقر فيها بكل الشروط اللي اتقالت، وكل ما تم بصورة رسمية تم بمنتهى الدقة، وهو بحسب نيته الصادقة وقلبه النقي ظن ان في ناس اعداء للسلام هم اللي بيروجوا للحاجات دهيت عشان يوقعوا ما بينهم. فهو فضل يدافع عنهم، قالوا له ده بيقولوا كده، يقول لا ما تصدقوش كل حاجة تتقال لكم، دول الناس وقعوا وعملوا وسووا. هو اللي بيدافع ايه
ينفي عنهم ان هم بيدعوا كده يعني، ويقول ان مثل هذه الامور يمكن ان تصدر. لا يمكن، لم يكن يصدق في البداية ان مثل هذه الامور يمكن ان تصدر من الشرقيين، مش ممكن، ده الناس وقعوا. بعدين دول يعني مفروض احنا عايزين ايه من الدنيا؟ مفروض الصدق ده ألف به في التعاملات، وبعدين ناس مش قليلين. وتصور ان اعداء السلام هم الذين يروجون مثل هذه الاشاعات من اجل إثارة الاضطراب في الكنيسة، وأخذ يدافع عنهم إلى أن تكشفت أمامه الحقيقة بالأدلة والبراهين القاطعة. اتأكد لا أن هم اللي عمالين إيه يروجوا. ومن ثم أخذ في الرد على هذه الإدعاءات الكاذبة بالشرح والتفنين ببراهين وبعبارات حاسمة، وقال في إحدى رسائله ليوحنا الأنطاكي، شوفوا قال له إيه بمرارة: إنني لم أتوقع هذا، وأرغب أن أكون بطيئا في أن أصدق مثل هذه الأمثلة معتبرا إنها امتداد للشر. قال له أنا مش لا أتوقع هذا، وأتمنى أكون بطيء في التصديق، مش عايز أصدق إن الحاجات دي ممكن تحصل. ادعوا عليه بإيه بقى؟ ما هو دخلوا في الشركة بقى خلاص، لكن ما قالوش بقى للآخرين إحنا دخلنا في الشركة وقبلنا في الشركة عشان وقعنا على شروط مجمع أفسس. لا، ادعوا ان المصالحة دي حاجة تاني خالص خالص خالص. زوروا رسائل كأنها مكتوبة من القديس كيرلس، تفيد بأنه غير رأيه في الأمور التي حدثت في مجمع أفسس، يعني كأنه هو اللي حقكوا علي احنا غلطانين وقبلونا في الشركة. طافوا برسائل مزورة كما لو كان تسلمها يوحنا الأنطاكي، تعني أنه قبل آراء نسطور، ده أنا كنت غلطان ونسطور على حق. ادعوا أنه عدل تفسيره للبنود الاثناشر. لا، البنود الاثناشر دي بقى يفسرها بطريقة تاني خالص خالص، غير الحاجات اللي كان بيقولها دي خالص. بل أكثر من ذلك، ادعوا بأن عرض الإيمان الذي كانوا قد قدموه للرد على الذين اتهموا القديس كيرلس بالأبولينارية والأريوسية، هم ادعوا أن في ناس بيتهموك بالأبولينارية والأريوسية، والذي صاغه سؤدوريتوس أسقف كورش بعبارات غامضة، ولكن بولس أسقف حمص فسره باستقامة على ضوء الكتابات القديس كيرلس ولاسيما البنود الاثناشر. طبعا هو لما كان قالوا له في ناس بيدعوا عليك، طبعا الشرقيين ادعوا على القديس كيرلس انه أبوليناري، لكن لما جم قالوا له ايه، في ناس بتتهمك انك أبوليناري وأريوسي كمان، يعني لموا كل ال فاحنا بنرد عليهم كده. فلقى في تعبيرات غامضة، هو ده بأسلوب القديس كيرلس ومطاطة. فبولس أسقف حمص قال له لا، ده نقصد كذا كذا كذا، قعد يفسرها تفسير أرثوذكسي. وبعدين ما هو كانوا طالبين منه يتنازل على البنود الاثناشر او يلغيها، ما لغهاش، والبنود الاثناشر تنفي اي تفسير اخر غير ارثوذكسي فيها. فطالما يقبلوا البنود الاثناشر يبقى
كل حاجة غامضة أو مش دقيقة هتفسر في ضوء البنود ال 12. واللي عمل كده بولس أسقف حمص. ورغم كده القديس كورولوس لم يأخذ بيه كرد. انتوا كاتبين ده، طب هاتوا حطوا وارفقوا، راح كاتب ايه؟ رد بنفسه على كده، والكتب الشرقيين كده، اما اللي بيقولوا عليا كذا فكتب رد. وده كان موضوع ثانوي خالص، ملوش علاقة بشروط مصالحة ولا غيره. ده زي رسالة القديس أثناسيوس، زي الأربعة وكده. فقالوا ده دي صيغة المصالحة، وثيقة المصالحة. فادعوا أن عرض الإيمان هذا هو كان الصيغة العقائدية الجديدة للمصالحة، أو صيغة المصالحة كما يدعي الخلقدونيون الآن. للأسف لغاية دلوقتي الخلقدونيون يتكلموا، أنا ليه قلت هنتكلم عن مصالحة 433؟ الخلقدونيون يقولوا المفهوم يحكوا على المصالحة أن هي الصيغة دهية، وفي من كنيستنا يرددوا كده، أما بيقروا مراجع أخرى يقولوا نفس الكلام، لكن ما تلاقوش حد ابدا من القدامى عندنا جاب سيرتها خالص انها صيغه مصالحه اطلاقا. اذا كان حد قال يبقى حاجات حديثه. قدامى كلهم لا. وبداوا بقى يفسروا عرض الايمان دوت بطريقة معوجة، ما هو بيقولوا غير البنود ال 12، فيفسروا براحتهم بقى، يفسروا له بطريقة معوجة بمعزل عن كتابات القديس كورولوس وبنوده الاثني عشر، مدعين انه القديس كورولوس يعني اعترف بطبيعتين في السيد المسيح وفصل الاقوال بحسب الطبيعتين. يقولوا ده اقر بطبيعتين ويقسم الاقوال حسب الطبيعتين. مرتاحش القديس كورولوس الحقيقة، عانى كثيرا، لسه هيشم نفسه ويقول يا سلام نعيش في السلام بقى. فوجئ بشر أشر من الأولاني، بدأ يقلب عليه أصدقائه وأحبائه. فكركم الإشاعات اللي الناس بتعملها ببعض، يشوهوا صورة حد ويدعوا عليه حاجات عشان يكرهوا حد فيه أو يوقعوا حد معاه. في ناس تعمل كده، تفضل تروج حاجات اللي يسمعها ياخد موقف أو يكره الشخص ده، أو يعني ده مش كويس. فبدأوا يعملوا كده عشان يوقعوا مع بقيه اصدقائه واحبائه. فبدا لقى سيل من الرسائل اللي فيها لوم شديد قوي، ازاي تعمل كده؟ ومين فوضك انك تتنازل عن شروط مجمع افسس مثلا؟ وازاي تتراجع عن ايمانك وايمان الكنيسه؟ ولوم شديد قوي خلى القديس كورولوس بقية حياته يشرح بحسم وبقوة وأكثر تحديدا الإيمان الأرثوذكسي. الكتابات اللي كتبها في الفترة دهيت بعد الواقعة دهيت، ما زالت بعض الكنائس الخلقية تقول إن إحنا بنفهمها غلط، إن إحنا بإيه؟ هم فاهمينها صح واحنا فاهمينها ايه غلط. فكل الادعاءات الكاذبه دهيت والرسائل المزوره اللي روجوها ردود فعل قويه واثاره للبلبله داخل الكنيسه وحول القديس كورولوس.
الذي توالت عليه الرسائل والاستفسارات من مختلف الجهات والشخصيات تطلب الإيضاح والتفسير والرد القاطع حول ما يصار عنه وعن كيفية إتمام المصالحة. فبدأ يرد بقى، رد حاجات كتير، أنا لخصت بعض الحاجات. أنا يهمني الفكر يوصل بقوة عشان أجيب كل حاجة. طبعا الموضوع يتضخم قوي، لكن أنا بدي الأساسيات. رغم أن الموضوع إحنا يبدو البعض بنحكيه بالتفاصيل، لكن برضو ممكن الإسهاب فيه أكتر من كده. والحجج كثيرة وقوية. شوفوا القديس كيرلس قال ايه في رسائله بقى في الحاجات دي. انا جبت لكم الاول الادعاءات اللي قالوها عليه. زي ما جبت اهم الادعاءات بجيب اهم الردود على الايه الادعاءات دي. يقول في احدى رسائله: ولكن إن كان بعض الناس يجوبون برسالة كأنها مكتوبة مني تفيد بأني غيرت رأيي في الأمور التي حدثت في أفسس، فليكن هذا مسارا للسخرية، لأننا نحن بنعمة الله بنعمة المخلص نتمتع بصحة عقلية جيدة ولم نصل إلى نهاية حسن استعمال العقل. يعني زي انتوا بتقولوا كده، يعني احنا لسه ما اتجننتش عشان اعمل كده. انتوا بتتهموني وكاني ايه اتجننت. شوفوا مرة تاني يقول ايه: فان زور بعض الناس خطابات لخدمة اغراضهم الخاصة. خلي بالكو، اي حد يكذب ويعمل اوعوا تفتكروا بيدور على الصالح العام ابدا. الغايه لا تبرر الوسيله فيما يخص امور الله، ولكن لابد ان يكون كل شيء باستقامه وصدق. يقول: فان زور بعض الناس خطابات لخدمه اغراضهم الخاصه وأزعوها كما لو كانت بواسطة أشخاص أكثر منهم شهرة، فينبغي عدم تصديقهم. كانوا يزوروا حاجات زي ما عملوا مع البابا أثناسيوس، ناس مشهورين كده. البابا أثناسيوس القديس غرغوريوس، أي حد بقى يروح حاطين قول كده وحسب فكرهم. شوفوا البابا أثناسيوس قال إيه، شوفوا القديس غرغوريوس قال ايه. الناس ما تتوقعش ان اللي قدامها بيكذب او مزور. الناس انواع، لو واحد عقله صاحي ممكن يشك في اللي بيتعرض عليه او يقول يبقى القديس ده يعني ازاي يبقى مش مظبوط، امال بنقول عليه قديس ازاي. لو ناس بسطة ما تعرفش تحلل وتوزن الامور كويس يقولوا يعني هنفهم اكتر منه، فيرددوا اللي مكتوب باعتبار ان فلان قال كده بحسن نية. موقف تاني يقول ايه في رسالة القديس كيرلس للقس يوسابيوس: يشكو من ان بعض الاشخاص يطوفون حاملين رسائل مزورة كما لو كان تسلمها من يوحنا الانطاكي، تعني انه قبل اراء نسطور. وصلون يعني ايه، اخيرا كيرلس اقتنع ان نسطور صح وأقرب كده. ثم يستطرد ويقول:
أنه في مجمع أفسس لم يوافق على إعطاء الشركة ليوحنا إن لم يحرم كتابات نصر ويعترف بعزله ويوافق على رسامة ماكسيميانوس. يعني إزاي أنا وافق عليه وأنا رفضت في مجمع أفسس إن أقبل حد ما لم يوقع على إيه؟ على عزله ويوافق على الرسامة اللي بعده. وفي مرة في رسالة أخرى يقول كما ذكر في إحدى رسائله إن البعض يحرفون معنى المبادئ، يعني البنود ال 12 يمسكوا البنود ويغيروا معنى كلمة. ما زال بشوف الحاجات ديت في البنود ال 12 بالذات، تلاقوا ترجمات كتيرة 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 قوي، وكل يقول البنود ال 12 مثلا. عشان كده لا نقبل حاجات إلا اللي من كنايسنا والحاجات القديمة بالذات، الجديدة لا، القديم. ويقول في رسالة أخرى أما الناس جالها نوع من الكآبة والحزن، إزاي القديس كيرلس يعمل كده أو يحصل كده؟ يقول لا تستسلموا للكآبة، لأننا لسنا أغبياء بهذا القدر حتى نحرم كتابتنا نفسها، ولكننا نلتزم بما قد كتبنا وبما نفكر، فإن معتقداتنا مستقيمة وبلا لوم، وهي متفقة مع الكتب الإلهية ومع الإيمان الذي وضعه آباؤنا القديسون. دي يعني بتلخيص رده على الادعاءات اللي اتقالت عليه. يبقى ادعاء اخر، ده هنناقشه بالتفصيل بقى، هنفصصه تفصيص. ما يدعون انه صيغة المصالحة او وثيقة المصالحة اللي هو عرض الايمان اللي كان عمله الشرقيون بواسطة السودوريتوس، قال احنا ناس بيتهموا بكده فبنقول لهم كذا، وده كان موضوع جانبي ملوش علاقة بإجراءات المصالحة خالص، وهو اللي كتب الرد على حتى لو بيدعوا كده كتب رد، وانتوا قريتوا قرينا لكم المرة اللي فاتت ردوا كان على الآخرين اللي بيدعوا كده إيه. أما بخصوص القول بأن عرض الإيمان الذي قدمه الشرقيون للرد على الذين يتهمون البابا كيرلس بالأبولينارية والأريوسية، ده زادوا عليه الأريوسية، مش قالوا له احنا بنتهمه، هم كانوا يتهموه بالابولينارية، لكن قالوا في اخرين بيتهموك بكده وكده. عشان كان في واحد بعت يسأل سؤال، هو كانوا الشرقيين بيتهموه بالابولينارية ولا بالاريوسية؟ لا بالابولينارية، لكن قالوا له ان في ناس بتتهمك بالاريوسية كمان. بانه كان هو الصيغة العقائدية الجديدة للمصالحة، أو بالحري هو وثيقة المصالحة أو صيغة المصالحة كما يقال. فيتضح من الرسالة التي أرسلها القديس كيرلس إلى ماكسيميانوس أسقف القسطنطينية، بل أكثر من ذلك رسالة يوحنا الأنطاكي نفسه إلى كل من القديس كيرلس وماكسيميانوس أسقف القسطنطينية وقسطس أسقف روما، أن هذه الرسائل لم يأتي أي ذكر فيها عن عرض الإيمان الذي قدمه الشرقيون. أنا قلت لكم رسالة يوحنا لما بعت قال اللي حصل، وما جابش سيرة بقى أن احنا في وثيقة إيمانية جديدة أو إطلاقا. وهي الرسالة تشرح كيف تمت المصالحة، مما يدل صراحة على أن عرض الإيمان هذا لم يكن أبداً هو وثيقة المصالحة أو شرطاً من شروطها على الإطلاق،
لأن كل اللي قالوه الرسالة شركها لهم وداهم الأصل. اللي هيتحرموا المحرومين اللي عايزين يحلوهم رفض عرض الإيمان، كتب هو رد بنفسه على اللي بيتهموه، رغم ان بولس الصفحمس فسره تفسير أرثوذكسي، قبل شرح، قبل شرح بولس، لكن لم يقبل او قبله بايه، بشرح بولس الصفحمس، لكن لم يقبله كمنسوب لي، لان انا ما بقولش كده، الشرقيين هم اللي بيقولوا ايه كده. زي ما هيجي دلوقتي هقول لكم، بنقول الرسائل دي لم يأتي أي ذكر فيها عن عرض الإيمان، وعن عرض الإيمان هذا لم يكن أبدا هو وثيقة المصالحة أو شرطا من شروطها على الإطلاق. ويؤكد ذلك أكثر أن ماكسيميانوس أسقف القسطنطينية حينما أرسل إلى القديس كورولوس بعد أن سمع بالإدعاءات الكاذبة حول كيفية إتمام المصالحة، مطالبا من القديس كورولوس أن يوضح له الأمر. طبعا القديس كورولوس بعت له رسالة في الأول، وبعدين بعد شوية ماكسيميانوس سمع فطلب من القديس كورولوس إذا اشرح لي إيه اللي تم بقى بالضبط، إيه اللي بيحصل. فأرسل إليه القديس كورولوس رسالة شرح له فيها أيضا تمسكه بكل كتاباته ضد نسطور وبدعته، وذكر كيف تمت المصالحة دون أي إشارة لعرض الإيمان الذي قدمه الشرقيون، مما يؤكد أن عرض الإيمان هذا لا علاقة له بوثيقة المصالحة على الإطلاق، وأنه لم يكن إلا أمر ثانوي أو موضوع جانبي قد تم مناقشته لا أكثر. الحاجات الهامشية اللي اتناقشت كده، يا تيري كان بيخططوا الحاجة. في رسالة القديس كورولوس إلى أكاكس أسقف مليتين يقول ايه، وهم قد اشتركوا في انتقادنا نحن كما لو كنا نفكر ضد ما قد كتبناه فعلا، ولكن اعلم انهم يقولون هذا ايضا، اننا حديثا قد قبلنا بيانا ايمانيا او قانون ايمان جديد، اللي هي بيعرض الإيمان دي، بيقول حديثا بيقولوا إن إحنا إيه، قابلنا بيانا إيمانيا أو قانون إيمان جديد، كأننا لا نكرم القانون القديم والجليل. الأحمق يتكلم بحماقات وقلبه يفكر باطلا. دي آية، جاب آية في أشعية، يقول الأحمق يتكلم بحماقات وقلبه يفكر باطلا. وفضلا عن ذلك فنحن نقول هذا، خلي بالكم من اللي جاي، انه لم يطلب احد بيانا للايمان منا، ولا نحن قبلنا بيانا جديدا صاغه اخرون. اكتر من كده وضوح؟ مين اللي بيتكلم؟ لحد طلب منه بيان ايمان قول لنا بيان، ولا طب اقبل البيان الايماني دوت، حد الشلب هم الشروط كلها توقعوا على قرارات المجمع، فلم يطلب، خلي الحتة دي مهمة يعني تكون واضحة، لم يطلب احد بيانا للايمان منا، ولا نحن قبلنا بيانا جديدا صاغه اخرون. ولكن زي ما قلنا ان القديس من قبل، ان بولس الصفحمس لما جه اسكندريه قال له البعض تكلموا بالكذب عليه وادعوا انه بيقول الطبيعه اللاهوتيه كانت قابله للالام، وذلك لان الكلمه احضر جسده من السماء، وبالتالي اصبح من الضروري أن تظهر أخطاء هؤلاء الكذابين المدعين حتى لا يصطدم الببسطاء بمثل هذه الثرثرة. ده ما جه يناقش معاه عرض الإيه؟
الإيمان. أنا بذكركم باللي تم لما بولس أصف حمص قدم عرض الإيمان ده للقديس كيرلس، وجد فيه بعض العبارات الغامضة اللي يمكن تأويلها. بولس قدم شرح شفوي لهذه العبارات يتفق مع الإيمان الأرثوذكسي. وقد قبل القديس كيرلس الشرح الأرثوذكسي اللي نطق به بولس. لكن وصف عرض الإيمان وصياغته أنه كتب به غموض. قبل الشرح لكن تعليقه على النص أن في إيه؟ غموض. وقال كده في إحدى رسائله: والأساقفة الذين من الشرق قد اعترفوا بهذه التعليم رغم أنهم غامضون نوعا ما من جهة التعبير. في موقف آخر لما جه يتكلم على الذين بيتهموه قال: الأساقفة من الشرق اعترفوا بهذه التعليم بحسب ما شرح له مين؟ بولس أسقف حمص، رغم أنهم غامضون نوعا ما من جهة التعبير. وحتى لما بعته في الرسالة كتب الشرقيين، قال هذه الوثيقة بتاعت الشرقيين اللي هو عرض الإيمان هي كما يلي بنفس كلماتها وهي ملحقة برسالتنا. يعني ميز بين شرحه هو هم بيدافعوا عنه ايه. خلي الدفاع كنت خاص بيكوا لكن انا كلامي هقوله. احنا اتكلمنا عن عرض الايمان اللي كان قدمه الشرقيين او الشرقيون، لكن هنتكلم هنحلله دلوقتي. هقول لكم نصه وايه العبارات اللي هي لعبوا فيها او في شرحها. مصحصحين احنا ما قرناهوش المرة اللي فاتت بالتفصيل، قلنا مقتطفات منه. شوفوا بقى بيقول ايه. فيما يخص العذراء والدة الاله كما نعتقد ونقول، وفيما يخص كيفية تأنس ابن الله الوحيد، من الضروري ان نتكلم بكلمات قليلة بدون اضافة شيء، بل في ملء اليقين كما قد استلمنا الإيمان منذ البداية من الكتب المقدسة ومن تسليم الآباء القديسين، ودون أن نضيف شيئا بالمرة على إيمان الآباء القديسين الموضوع في نيقيا. وكما سبق وقلنا فإن الإيمان الموضوع في نيقيا هو كان لكل معرفة التقوى والكرازة العلنية ضد كل تعليم هرطوقي رديء السمعة. وسوف نتكلم دون أن نقتحم بجسارة الأمور التي لا يمكن البلوغ إليها، ولكننا ونحن نعترف بضعفنا فإننا نستبعد أولئك الذين يرغبون في أن يقحموا أنفسهم في الأمور التي يعلو الفحص فيها على الإنسان. لذلك نعترف أن ربنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد هو إله كامل وإنسان كامل ذو نفس عاقلة وجسم، وهو مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته، وأنه هو نفسه في الأيام الأخيرة من أجلنا ومن أجل خلاصنا ولد من العذراء بحسب نسوته، وهو نفسه من الجوهر نفسه الذي للآب حسب لاهوته،
ومن نفس الجوهر الذي لنا أو معنا بحسب نسوته، لأنه قد حدث اتحاد بين الطبيعتين. لأجل هذا نعترف بمسيح واحد، ابن واحد، رب واحد. وبهذا وبحسب هذا الفهم للاتحاد بدون اختلاط، نعترف بأن العذراء القديسة هي والدة الإله، لأن الله الكلمة قد تجسد وتأنس، ومنذ ذات الحمل به وحد الهيكل الذي أخذ منها مع ذاته. ونحن نعرف أن اللاهوتيون ينسبون بعض أقوال البشيرين والرسل عن الرب باعتبارها تشير بصفة عامة إلى شخص واحد، ويفصلون أقوالا أخرى بأنها تشير إلى طبيعتين، فتلك التي تليق بالله ينسبونها إلى لاهوت المسيح، أما تلك الأقوال المتواضعة فينسبونها إلى ناسوته. ده عرض الإيمان اللي كان كاتبه إيه؟ سؤدوريتوس عن الشرقيين كلهم. في حاجات مش كله غلط، في حاجات مظبوطة، وفي حاجات بيستخدموها مش مظبوطة. فهنشوف مناحي القوة ومناحي الضعف في صيغة عرض الإيمان هذا. فنرى مناحي القوة في هذه الصيغة في قولهم بأن السيدة العذراء والدة الإله. دي كويس، نصور ما كانش بيقول إيه، كان يرفض يقول كده. وأن ابن الله ربنا يسوع المسيح واحد وشخص واحد، برضو كويس، عداهم العيب، الحاجة المظبوطة الواحد ما ينقولش فيها حاجة وحشة. كما استخدمت لفظة الاتحاد، الحدث اتحاد بين الطبيعتين، وده حاجة جديدة برضو. نصور ما كانش بيقول اتحاد، كان يقول نوع من المصاحبة أو المرافقة أو الاتصال أو الاقتران. لغاية كده كويس. ايه نقط الضعف بقى؟ خلي بالكم ما تنشغلوش كثيرا. نجد نقط الضعف في العبارات التي يمكن تأويلها وتفسيرها في اتجاهين، وتتركز في عبارتين، وهما: أول عبارة، لأنه قد حدث اتحاد بين الطبيعتين لأجل هذا نعترف بمسيح واحد. حدث اتحاد، نعم، بين طبيعتين، نعم، لكن ما جابوش سيرة عن نتيجة الاتحاد ده ايه، سابوها كده، حصل اتحاد بين الايه، الطبيعتين. انا هجيب لكم شرح لقديس كورولوس، مش كلامي انا، بس بلفت، انا مش هقول اي حاجة، هتسمعوا اصحاب الشأن هما اللي بيتكلموا. العبارة الأخرى، ونحن نعرف أن اللاهوتيين ينسبون بعض أقوال البشرين والرسل عن الرب باعتبارها تشير بصفة عامة إلى شخص واحد، ويفصلون أقوالا أخرى بأنها تشير إلى طبيعتين، فتلك التي تليق بالله ينسبونها إلى لاهوت المسيح، أما تلك الأقوال المتواضعة فينسبونها إلى ناسوته. وهنا أصبح من المؤكد
أن سؤدوريتوس أسوف كورش استخدم هذه العبارات الغامضة والمطاطة في الدفاع الذي قدمه الشرقيون بسوء قصد ونية مبيتة. فبعد أن تم الصلح ادعى بعض الشرقيين بأن القديس كيرلس تراجع عن موقفه، أو على الأقل عدل تفسيره للبنود الاثني عشر، كما بالغوا جدا في عرض الإيمان الذي قدموا للدفاع والرد على الذين يتهمون القديس كيرلس بالأبولينارية والأريوسية، وقالوا أنه هو وثيقة المصالحة، وبناء على ادعائهم بأنه عدل تفسيره عن كتاباته، فقد تم تفسير هذه العبارات الغامضة بمعزل عن كتابات القديس كيرلس وبما يتفق مع انحراف عقيدتهم. البنود الاثناشر كان يعني ترمومتر كده، فهم قالوا ده هو تنازل عن البنود الاثناشر، خلاص ناخد راحتنا بقى. وبالرغم أن الخلق دونيين يرددون نفس الادعاء بأن صيغة عرض الإيمان الذي قدمه الشرقيون هو صيغة المصالحة، إلا أن بعض علمائهم أقروا بأن النسطورية الخفية قد أخفت نفسها في هذه الصيغة. أحد علماء اللاهوت من الكنيسة البيزنطية اسم يوحنا رومانيدس يقول: والآن يجب أن نعود إلى النسطورية الخافية عند سؤدوريتوس، التي هي نمط مسيحاني قادر إلى حد ما أن يخفي نفسه وراء اللغة المستخدمة في صيغة المصالحة عام 433، رغم أنه هو برضو الشخص العالم ده يقول أن دي صيغة المصالحة، لكن أما بيقرأ ويحللها بيقول بنشوف فيها النسطورية الخافية اللي كانت عند سؤدوريتوس. وفي تعليق تاني منهم مش مننا يقول: فواجهت الكنيسة انبعاث نسطورية تختبئ وراء صيغة الاتفاق وكلام سؤدوريتوس المسيحاني الخداع. ده بعض علماء من عندهم هم نفسهم، دي صيغة مصالحة زي ما بيتردد، لكن ده نسطورية هي هي. وبناء على تفسيرهم الملتوي لهذه العبارات ادعوا بأن القديس كيرلس قد قسم الأقوال بحسب الطبيعتين وأنه اعترف بطبيعتين في السيد المسيح. أما عرضوها وفسروها بقى بطريقتهم وقالوا دي هي وثيقة المصالحة وصيغة المصالحة، والقديس كيرلس قبلها، فبدأ شائع أن القديس كيرلس أقر بالطبعتين وفصل الأقوال. لو جيت أتكلم دلوقتي هتقول وبيدافع عن القديس كيرلس يعني بحماس أو يعني بانحياز، لكن أنا مش هتكلم، هنجيب القديس كيرلس هو اللي إيه هيقول. هنشوف رد القديس كيرلس على الإدعاءات وتفسيره لهذه العبارات إيه. يذكر القديس كيرلس الأسباب التي من أجلها قدم الشرقيون عرض إيمانهم، ويوضح تفسير لعباراته، ويرد وينفي الادعاءات التي قالوها عنه. فيقول في احدى رسائلهم، خلي بالكو اقتبس اقتباس طويل شويه، في بعض التعبيرات لازم نعمل استرس عليها تبين رد القديس كيرلس القاطع. ولكني أظن أنه من الضروري أن أخبر بالأسباب التي من أجلها استعمل أساقفة الشرق مثل هذه الدرجة من الحزق. الكلام ده كتبه لما كان
في مرحلة وسط كان بيدافع عنهم لسه. لأن مؤيدي كفر أريوس إذ يغشون بمكر معنى الحق ويقولون أن الكلمة الذي من الله صار إنسانا وكأنه أخذ جسدا بدون نفس، وهم يفعلون هذا بدافع من الخبث لكي إذ ينسبون إليه الأقوال الإنسانية فأنهم يظهرون لأولئك الذين يضلون بواسطتهم أنه في وضع أقل من سمو الآب، ويعلنون أنه من طبيعة أخرى مختلفة عن الآب. وبسبب هذا فإن أساقفة الشرق لخوفهم من الإقلال من مجد وطبيعة كلمة الله لأجل ما يقال عنه بشريا بسبب تدبير التجسد، فأنهم يفصلون الأقوال دون أن يقسموا الابن الواحد والرب إلى شخصين كما قلت، بل ينسبون بعض الأقوال إلى لاهوته. أما يقول لاهوتي هنا يقصد الصفات اللاهوتية، وبعضها الآخر إلى ناسوته يعني لصفاته الناسوتية، ومع ذلك فالأقوال كلها ينسبونها إلى واحد. ولكني علمت أن الأصف يوحنا الموقر جدا والمتقي لله جدا كتب إلى بعض أصدقائه كما لو كنت علمت بوضوح واعترفت بصوت واضح بالاختلاف بين الطبيعتين، وإني قسمت الأقوال بحسب الطبيعتين. ده مين اللي بيتكلم كده؟ قديس كيرلس. ولهذا السبب فإن البعض قد تعثر، لذلك كان من الضروري أن نتكلم عن هذا. وكما لكم لم يكن يجهل أن أولئك الذين يصبون تهمة رأي أبوليناريوس على رسائلي ظنوا أنني أقول أن جسد المسيح هو بدون نفس، وأن هناك امتزاجا أو اختلاطا أو اندماجا، وأن الجسد انتقل إلى طبيعة اللاهوت، حتى أنني وافقت على تجاديف أريوس بسبب عدم الرغبة في رؤية اختلاف الأقوال، وأن بعضها لائق باللاهوت وأن بعضها الآخر إنساني ولائق بالحري بتدبير التجسد. ولكني أنا بريء من مثل هذه الأخطاء، وكما لكم تشهدون بهذا للآخرين. ومع ذلك كان من الضروري أن يحدث دفاع من أجل أولئك الذين تعثروا، ولهذا السبب كتبت إلى تقواه أنهم لم يكن لي آراء أريوس وأبوليناريوس بالمرة، ولا أقول في الواقع أن كلمة الله تغير إلى جسد، كما أني لا أقول أن الجسد تحول إلى طبيعة اللاهوت، لأن كلمة الله غير قابل للتغير أو التبدل والعكس مستحيل. ولكني لم أبطل اختلاف الأقوال، بل أني أعرف أن الرب تكلم بطريقة لائقة بلاهوتي وإنسانيا في نفس الوقت، حيث أنه هو في ذاته إله وإنسان معا. لذلك فبسبب أنه يقصد يوحنا الأنطاك يرغب أن يشير إلى هذا كتب أني أنه علم أنني أعترف باختلاف الطبيعتين وأني أفصل الأقوال بحسب الطبيعتين. ولكن مثل هذه التعبيرات ليست تعبيراتي بل هو الذي نطق بها. هشرح لكم القديس كيرلس الفصل إزاي، مش فصل الطبيعتين هنقولها دلوقتي، بس انا بقى عايز اقول على المستوى اللفظي نفسه نفى انه بيقول بطبيعتين وانه بيفصل الاقوال بحسب الايه. مين اللي نفى؟ قديس كيرلس، وقال التعبيرات دي مش بتاعتي، ده هم اللي قالوا مش انا،
هو ميز بين أقواله وأقوالهم هم. هقولها تاني الحتة دي بسبب أنه يوحنا يرغب أن يشير إلى هذا، كتب أنه علم أنني أعترف باختلاف الطبيعتين وأني أفصل الأقوال بحسب الطبيعتين، ولكن مثل هذه التعبيرات ليست تعبيراتي بل هو الذي نطق بها. في وضوح أكتر من كده؟ لسه هنشرح تاني بس مش عايز استبق عشان اخدها لكم بالتدريج يعني. ويرجع يقول ايه، وهم اي الاساقفة الشرقيون اعترفوا كتابة ان العذراء هي والدة الاله، وان شخص الابن واحد، وان اللاهوتيين نسبوا بعض التصريحات الرسولية والانجيلية إلى ألوهيته والبعض الآخر إلى إنسانيته، لأن نستوريوس بتقسيمه إلى اثنين الابن الواحد المسيح الرب واضعا الإنسان منفصلا عن على حدة عن الابن، وكلمة الله منفصلا على حدة عن الابن الآخر. وقال أي النستور يعني إن بعض الأقوال تخص الإنسان والبعض الآخر يخص كلمة الله، ولكن العقيدة الأرثوذكسية بخصوص المسيح ليست كذلك. ونحن نعرف أنه يوجد ابن واحد المسيح الرب الذي هو إله وإنسان، ونحن نصرخ بأن الألوهية هي خاصته، وبالمثل أيضا الإنسانية خاصته. خلي بالكم الألوهية إيه؟ خاصته، بيتكلم عن خواص، والإنسانية هي خاصته، لأنه أحيانا يتكلم لاهوتيا كإله وهو نفسه أحيانا يتكلم إنسانيا ناسوتيا كإنسان. احنا قلنا المسيح له المجد أصبح طبيعة من طبيعتين تحمل كل الخصائص اللاهوتية والناسوتية. فما جيت أقول يا من زق الموت بالجسد، لكن ما بخليش الجسد طبيعة، دي بعض خصائص الطبيعة المركبة من طبيعتين. الخصائص دي قد تشمل الناسوت وقد تشمل اللاهوت، لكن خصائص مش طبائع، خصائص تخص الطبيعة الايه الواحدة، ما اتكلمش عن طبيعتين، ولسه في شرح ليها جاي. وهنا لا يقول القديس كورولوس ان بعض الاقوال تخص الله والبعض الاخر يخص الانسان، لأنه يقول القديس كورولوس بيقول نحن نعرف أنه وحده رب وإله غير مقسمين إياه إلى إله وإنسان، ولكنه يقول أن بعضها يناسب لاهوته وبعضها الآخر يناسب ناسوته، حيث أن الألوهية هي خاصته بالمثل أيضا الإنسانية هي خاصته، إذ يتكلم عن الصفات اللاهوتية والصفات الناسوتية. فإن كانت طبيعة السيد المسيح واحدة إلا أنها تجمع كل الخصائص والصفات اللاهوتية والناسوتية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، ومن ثم نستطيع أن نميز الصفات دون أن نقسم المسيح إلى طبيعتين وشخصين. نقدر نميز الصفات اللي هي ناسوتية، أنا ميز الصفات لكن ما يسأل إيه طبائع. القديس ساويرس بقى شرح الحته ديت، وقد شرح وفي رساله القديس ساويرس الانطاكي الى اليسينيوس شرح انه يجب ان نميز بين اختلاف الصفات الطبيعيه وبين اختلاف الطبائع، اذ في الحاله الثانيه تقود الى التقسيم الى طبيعتين. القديس ساويرس بيقول في زي شعره بين تمييز ميز خصائص ولا ميز طبائع. لو طبيعي بقى قسمت بقى اتنين، لكن خصائص الخصائص الطبيعة الواحدة تشمل كل الخصائص ايه معا. يقول القديس ساويرس ونحن حينما نعترف بالواحد من اثنين الرب والابن المسيح نعترف بطبيعة واحدة متجسدة للكلمة نفسه، فنحن نفهم
الاختلاف كما لو كان في الخصائص الطبيعية للطبيعتين اللتين يتكون منهما المسيح، ولكن إذا تكلمنا عن طبيعتين بعد الاتحاد فبالضرورة توجد منفردة ومنفصلة كما لو كانت منقسمة إلى ثنائية أو الزواجية ولكن متحدة بالاتصال. إذا كان ينبغي أن نزعم مثل هذا الشيء وحدة، مش هيبقى وحدة بقى إذا اتكلم طبيعتين، يبقى فين الاتحاد؟ فإن فكرة الاختلاف تصل إلى نطاق الانقسام ولا تقف عند الخواص الطبيعية. فتمييز البابا كيرلس بين خواص ألوهيته وخواص أنسانيته شيء، وإنه بيميز الطبائع شيء تاني. مفهومة؟ قول القديس ساويرس. حاضر. نعم. طب ما انتوا سامعينه. حاضر هقوله تاني. حاضر. الامتحان بتلخبطكم، بيعملوا لكم فخاخ في الامتحانات، يعني يجيبوا لكم حاجة كده وفيها كلمة غلط أو حاجة فخ. ونحن حينما نعترف القديس ساويرس، ونحن حينما نعترف بالواحد من اثنين الرب والابن المسيح، نعترف بطبيعة واحدة متجسدة للكلمة نفسه، فنحن نفهم الاختلاف كما لو كان في الخصائص الطبيعية للطبيعتين اللتين يتكون منهما المسيح، إنه من طبيعتين. ولكن إذا تكلمنا عن طبيعتين بعد الاتحاد فبالضرورة توجد منفردة ومنفصلة كما لو كانت مقسمة إلى ثنائية الزواجية ولكن متحدة بالاتصال. إذا كان ينبغي أن نزعم أن مثل هذا الشيء وحدة، يعني في الحالة دي ما تبقاش وحدة بقى ولا اتحاد، فإن فكرة الاختلاف تصل إلى نطاق الانقسام ولا تقف عند الخواص الطبيعية. في فرق بين ما نتكلم عن الخواص، نميز الخواص زي احنا في كنيستنا نقول يا من ذاق الموت بالجسد، لكن الجسد ده عنصر من عناصر الطبيعة الواحدة، لكن ما نتكلمش عنه كإيه؟ كطبيعة قائمة أو مستقلة. احنا قلنا في تعبيرين هنقف عندهم يعني بيحتاجوا شرح. تعبير تمييز الاقوال، والجملة التانية اللي وردت في العرض الإيمان بتاعهم قد حدث اتحاد بين الطبيعتين. تحبوا نأجل الجزء التاني للمرة الجاية عشان ادي فرصة للأسئلة؟ عمري ما بخلص اللي انا عايز اقوله. نعم. لا ما حددناش على فكرة وقت النهاية، احنا حددنا وقت البداية. طيب نشوف بعض الأسئلة بقى. طيب هنبدأ بالأسئلة اللي هنا وبعدين ننتقل للأسئلة اللي مبعوثة أونلاين. في حللنا سيدنا الإنسان نفس وجسد وروح أم جسد وروح فقط، وما الفرق بين النفس والروح؟ أحيانا يتقال على الروح نفس والنفس روح، لكن لما بيتذكروا الثلاثة مع بعض، يعني منقول الإنسان جسد ونفس أو جسد وروح، بيبقى النفس هنا بمعنى إيه؟ الروح. نقول جسد وروح، لكن لو قلنا الثلاثة مع بعض جسد وروح ونفس أو جسد ونفس، النفس هي مظاهر الحياة. نتيجة طول ما الروح متحدة بالجسد بيبقى فيه نفس، حتى هنقول له في ايه؟ لسه في نفس.
مظاهر الحياة اللي هي بتبقى موجودة. لكن الروح هي الأساس، يعني جسد وروح، النفس دي يعني مظهر مظاهر الحياة. لماذا لم يطلب البابا كيرلس عمود الدين مجمع مسكوني جديد ليرد علنا على هذه الادعاءات والتلفيق؟ هما بيدعوا عليه، لكن ما كانش في ظهرت هرطقة جديدة، هي ما زالت هي نفس البدعة النصرية، والردود موجودة، والمجمع المسكوني خد قرار فيها، فهو وضح ان اللي بيتقال ده ادعاءات وكذب. ملحوظة بخصوص الامتحان، الامتحان بأسئلة كثيرة مكررة، وبعض الأسئلة تكوينها اللغوي ناقص، أدوات عطف وما شابه تجعل المعنى غير واضح من السؤال. ده انتوا اللي بتمتحنوهم بقى من شمال. عموما يعني ايه، الأسئلة كثيرة ومكررة بصور مختلفة، لكن انت على اساس طريقة الامتحان ديت ما بتكتبوش حاجة. الامتحان التقليدي الواحد بيعبر عن نفسه اكتر، يعني يشرح، فبيبان بقى فهمه وادراكه ومعلوماته واسلوب عرضه. لكن لو عايز كلمة ورد غطاها وكده وخلاص، ده يعني لازم تكون يتلف في لف ودوران حوالين نفس المعنى، بحيث يبقى في اطمئنان ان الواحد يعرف انه فهم صح. ودي عشانكم انتوا، يعني انتوا عارفين ان محدش بيصحح، هو التصحيح يعني تلقائي يعني فالواحد بيعرف ايه اللي غلط فيه وايه اللي صح، فالواحد يقدر يقيس نفسه. احنا يعني مش هنتعين بالشهادة دهيت ولا حاجة، لكن الهدف منها ان الواحد يعرف انا فهمت صح ولا غلط، مستوايا ايه، ايه النقط اللي واقع فيها ممكن يسأل فيها، وهكذا يعني. اما من ناحية الادوات عطف وما شابه، اكيد هم سامعيننا ويراعوا الحتة دهيت، يعني مش انا اللي بحط الامتحان على فكرة، ولا انا اللي بصحح طبعا. في حد بيقول عايز يعمل فيلم. لا، الامور التعليمية دهيت مش لكل حد، يعني الفيلم بيتناول السيرة والفضائل وغيره، لكن عشان فعل يعني انتوا شايفين مثلا في نصوص وقراءات والحاجات اثباتات بيشترط اللي يدرسها. ما ينفعش اجيب واحد كده اي حد هيسمع بعض مصطلحات وحاجات واحداث تاريخية ممكن مش هيدركها ويعصر فيها كمان. لكن الفيلم بيتناول سيرة بصورة أبسط من كده شوية، لكن الحاجات دي بتحتاج يعني توثيق أكتر من كده شوية. لكن هي في شخصيات فيه تحتاج أن يتعمل لها أفلام، القديس كيرلس مثلا عمود الدين ممكن يتعمل له فيلم مثلا، فهي فيها يبقى في تطرق على مثل هذه الأحداث، بس مش بعمق قوي، لأن الفيلم مش للكل. بيقول لو احنا في موضوع لسه ما جلنالوش بالتفصيل، لو أن سودوريتوس في مجمع خلق دنيا لم يفسر كلمة أقنوم على أنها بروسوب، هل هذا كان سيفرق في معنى الاتحاد الخلقدوني أم سيظل كما هو؟ لا، هو وضح أكتر على المكشوف المفهوم إيه، لكن ما كانش هيفرق كتير، لان في حاجات كتيرة واضحة، ولما نيجي وقتها هنشرحها بالتفصيل. مش عايز استبق عشان ما ربكش الفكر.
ربما البعض يكون جاهز يعني قاري شوية مجهز، لكن البعض الآخر ممكن ما يكونش يقدر يلام. هل رسالة يوحنا الأنطاكي موجهة للقديس كيرلس فقط بإقراره كل قارات المجمع؟ لا، رسالة يوحنا الموجهة يعني بعد 3 رسائل للقديس كيرلس والماكسيميانوس أسقف في القسطنطينية وكستوس أسقف روما. هل لم يكن يوجد أسقف لأورشليم حتى لا يذكره يوحنا الأنطاكي في رسالة الشركة؟ كرسي أورشليم جه وقت تاريخيا كان ضعف قوي نتيجة الظروف السياسية، فكان يعني مش بالقوة، مع أنه طبعا لول كان بيبقى تابع لكرسي آخر، وعشان كده خلوه في مجمع نيقيا ان يبقى له الاولويه بعد الباتراك. لما حصل انقسام في الكنيسه بقى احنا مثلا لينا مطران في القدس او في كنيسه انطاكيا ليها وهكذا، فلانه كرسي رسولي هي درجه الاسقفيه واحده بس في الترتيب يعني الاقدميه او كده، خلوا في تقدم لاسقف اورشليم باعتبار انه كرسي رسولي. لكن في الوقت ده ما كانش، كان في اسقف لاورشليم بس ما كانش الكرسي الايه الكبير زي اسكندريه والقسطنطينيه وروما وانطاكيا. في بيقول كيف تحول كرسي اشور او كرسي فارس اي ايران للنسطورية؟ هو لما حصل ان بعد اللي رفضوا الصلح او الانضمام لمجمع افسس بقوا تحت الحكم من الامبراطورية الرومانية، فهربوا وراحوا في بلاد فارس، لان فارس دي كانت مملكة اخرى، بحيث ياخدوا راحتهم في نشر معتقداتهم. هل الاتحاد الطبيعي هو اتحاد أقنوم الكلمة بطبيعتنا، والاتحاد الأقنومي هو اتحاد أقنوم الكلمة بناسوته، بناسوته الخاص؟ ما هو ناسوته الخاص وطبيعتنا، الناسوت ده هو نفس الطبيعة، لكن التعبيرات دي مش بتاعتنا. وما أقول اتحد أقنوم الكلمة بطبيعتنا صح مش غلط، بس تفسيره ما بيبقاش زينا. اتحد طبيعيا وأقنوميا، لأن الفكر الخلقدوني يقول أقنوم الكلمة اتحد بطبيعتنا، والطبيعتين متحدتين في الأقنوم، فخلطوا بين الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي، ويقولوا ان أقنوم الكلمة اتحد بالطبيعة البشرية، طبيعة تقنمت فيه يعني بدون أقنوم بشري. ولو جه حد لا ازاي يقول لك ده كده يبقى نسطور، لا في فرق، احنا مش بنقول الطبيعة البشرية كانت اتكونت وبقى لها أقنوميتها وشخصيتها المعروفة واتحد بيها، لا ده وجدت متحدة، لكن الطبيعة دي حاجة عامة، طالما بقت خاصة خاصة بأقنوميتها، وأقنوميتها مش هتاخدها من أقنوم الكلمة، لأن الأقنومية دي تخص صفات من الطبيعة نفسها، زي كل واحد أقنوميته هي مجموعة صفاته الروحية والجسدية الخاصة به هو
اللي تفرده بأبونا فلان غير أبونا اللي جنبه وهكذا، يعني مختلف عنه في إيه، في شكله، في فكره، في سلوكه، يبقى كلها حاجات صفات من الطبيعة البشرية، صفات تفريدية تفرد الطبيعة البشرية. فنستطيع ربنا يسوع المسيح كان طبيعته لها فرديتها، الفردية دي هي الأقنومية. تعريف الأقنوم بقى بيختلف، بدأ أما بنقول كده تعريف الأقنوم يقولوا لا الأقنوم هو، لا الأقنوم هو حامل الطبيعة، يعني بقى ليه في تعريفات فلسفية أخرى، لكن التعريفات دي هنجيلها في وقت بالتفصيل، وبالآباء برضو نشوف آباءنا قصدوا إيه بالأقنوم وبالطبيعة وكل، فما نستبقش الأحداث. أنا أحب نمشي خطوة خطوة لكل حاجة في وقتها عشان ما يحصلش ربك، لكن التعريفات دي لوحدها يبقى لها إيه شرح الواحد. حد بقى من أونلاين بيقول أرجو توضيح جزئية فهم الشرقيين لنقطة الطبيعة الواحدة بمعنى أقنوم، وعلاقة هذا الفهم باتهام البابا كيرلس بالأبولينارية. ده أول حاجة. لا هم قالوا الطبيعة الواحدة فهموها بالأقنوم بعد كده، بعد كده، لكن أيام البابا كيرلس دي بعد خلق دنيا، لكن أيام البابا كيرلس فهموا أنه يقصد بالطبيعة طبيعة، عشان كده اتهموه بالأبولينارية، لأن لو قال بطبيعة واحدة بحسب فهمهم أو طريقة تفكيرهم بحسب مدرسة أنطاكيا، ما احنا جماعة احنا بنناقش برضو، احنا مش في عداوة مع حد أو مش في صراع، احنا بنناقش فكر، ليه فكروا بالطريقة دهيت واحنا فكرنا، طب أنهي الفكر اللي يوصلنا أنهي منهج في الفكر هو اللي بيوصلنا للحقيقة مظبوط، لكن مش في مجال صراع أو اتهامات، بالعكس يعني في الروح حاليا اللي موجودة بين الكنائس، في روح ود وفي سعي من أجل الوحدة والسلام وغيره، لكن بنناقش الفكر مش إزاي وأصوله إيه. فهم أيام البابا كيرلس فهموا إنه يقصد طبيعة طبيعة، فلما قال طبيعة واحدة أبو لينارس قال طبيعة واحدة، طب الاتحاد عندهم مش ممكن اتنين هيتحدوا كاملين، يبقى في حاجة ناقصة، يبقى اتهم بالأبولينارية على طول، وأي حاجة يقول مهما يقول يبقى أبولينار. بعد كده بعد خلق دنيا عشان يخرجوا نفسهم ان هم مش ضد البابا كيرلس ويوفقوا البابا كيرلس عليهم، قالوا لا ده هو كان يقصد بالطبيعة الواحدة أقنوم واحد، واحنا بنقول بأقنوم واحد، يعني الفهم بتاعهم ده مش بالبداية، الخلقدونيين غير اللي كان حصل تطور في الفكر. اتنين، هل إيمان أبوليناريس هو وحدة الطبيعة أم اتحاد الطبيعة وما الفرق بينهما؟ إيمان أبو لينارس وحدة الطبيعة نتيجة اتحاد الطبيعي، هو آمن بالاتحاد الطبيعي وبالتالي طبيعة واحدة، بس مفهومه للاتحاد ما كانش مظبوط، هو قال نتيجة الاتحاد إن الناسوت نقص الروح الإنسانية. أرجو توضيح أن المسيح طبيعة واحدة بسيطة وأقنوم واحد بسيط، أليس هو طبيعة من طبيعتين وأقنوم من أقنومين؟ طبعا التانية صح، ما قلناش أن المسيح طبيعة واحدة بسيطة وأقنوم واحد بسيط، ده ممكن بيجيبوا لكم في الامتحان كده عشان يلخبطوك ويشوفوكوا فاهمين ولا لأ، بيلخبطوكوا عشان يشوفكم، لكن المسيح مش طبيعة واحدة بسيطة ولا أقنوم واحد بسيط، هو طبيعة من طبيعتين وأقنوم من أقنومين، صح؟
سيدنا الحبيب، أنا محتاج تضيع أكثر المصطلحات، لأن في الامتحان جاءت تحويرات حويرات وأسئلة تحتمل أكثر من معنى لم أفهمها بدقة حاليا. في ناس كده بيحطوا لكم شرك في ال عايز مش عايزين ننجحكم، لكن انتوا بتنجحوا. يعني دي حاجات تخليكوا اكثر حذقا ودقه. في واحد ياخد الجمله صح، ممكن كلام يكون اتقال صح، لكن مش ده اللي قاله، او متشال منه حرف ولا حاجه نفي او اثبات. فتخلي الامور دي الواحد ياخدها بدقه، ما يستعجلش عليها. لازم الواحد يفكر. انا فاكر زمان وانا صغير كنت باخد درس احد المدرسين الافاضل، ففي ماده كنت شاطر فيها، فكان لما يسال سؤال ما كنتش اجاوب بسرعه، برهه كده واجاوب. فبصيت لقيته بيقول لي اكتر حاجه بتعجبني فيك انك انا واثق 100% انك عارف الاجابه، لكنك تفكر قبل ما تجاوب دي ميزة. يحكي لي ان ما اتنين جاوبوا صح، بس واحد تعجل والتاني ريس سؤالنا، فقال له انت اللي صح وانت غلط. قال له ليه؟ طب ما نفس الاجابة. قال له لا، الواحد يتعلم يفكر، يدي نفسه فرصة يفكر قبل ايه، بس ما يطولش في التفكير يعني. بس على الاقل يكون بتريس. انا ما نسيتش النصيحه ديت او التعليق ده يعني، وان كان ده بيخلي الواحد ايقاعه بيبقى بطيء شويه في بعض الاحيان، لكن بيبقى اضمن. حد بيطالب بمزيد، ما ربنا يبارك خدمتكم الذهبيه ويعوضكم، ارجو مزيد من الكورسات المتخصصه، كورس عهد قديم وعهد جديد وتاريخ كنيسة، كورس اللي هو الطقسي اللي هو تعقيدي، كورس اللي هو تروحي. ربنا يدي وقت. ده احنا الكورس ده بس لسه طويل. احنا الكورس بتاعنا تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الارثوذكس والخلقدونيين. الفصل الاول منه او الترم الاول او قلنا الكورس الاول فيه هو مجموعة من الكورسات المصالحة. ده ربنا يدينا نعمة ان نقدر نكمله. عندي امل يعني ان نكمله، لان الموضوع لازم يتاخد على بعضه، ما ينفعش يتجزأ. ونفسي نديه بالتفصيل زي ما بندي كده، لان مش عايزه بطريقة سطحية، وعايز كل حاجة نقولها بالبراهين زي ما بنعمل كده. فربنا يدي نعمة ويتوجد حاجات زي كده بقدر الإمكان حسب الوقت والظروف ما تسمح نعمل يعني. وغيرنا بيعمل يعني في أماكن كتير بتدي كورسات، يبقى في تنوع. في حد دخل في موضوع نفسي شوية، لو في شخص عنده انفصام في الشخصية نقدر نقول على الشخص ده انه عنده أكثر من أقنوم؟ لا، ما نقدرش. الزواج الشخصية ده ممكن لو حسب التعريفات المصطلحات يبقى في البروسوبون مثلا. لا، في البروسوبون، لأن البروسوبون توجه معين، لو له توجهين. لكن الأقنوم ده خاص بالطبيعة كلها، مش خاص بالتوجه النفسي فقط، خاص بال يعني القنوم اللي هو بيفرد الإنسان جسدا وروحا، لكن السلوك النفسي بيبقى اتجاهين في السلوك، سلوكي بس. فهنا الوضع مختلف، يقول الزواج في الشخصية يعني الزواج في التوجه أو في الفكر أو ما إلى ذلك يعني. هل هناك اجتماعات مع الكنائس الخلقدونية في إعادة مناقشة الأمور الإيمانية؟ اجتماعات كتيرة مستمرة،
وعلاقات ودودة جميلة وحلوة، يعني نشكر ربنا علاقتنا طيبة بكل الكنائس، وفي تعاون رعوي مشترك وكل حاجة. لكن طبعا إيمانيا مش بسهولة، في حوارات بتتم وكل حاجة، لكن مش بسهولة نصل للتوافق كامل. وعشان كده احنا بندرس، لأن دي تساعدنا كل ما بيبقى التشخيص واضح يبقى عارفين نقطة الخلل فين، ايه اللي هنعالجه. لكن لو هنفضل نتكلم كلام انش عام كده او حاجات سطحية بدون معالجة، ممكن احيانا تبقى فيه اتفاق على جوانب مشتركة لكن التفاصيل، يعني فاكر قداسة البابا شنودة في بداية الحاجات دي، التعبير اللي قاله في النمسا أما راح مندوب عن الكنيسة، كان ساعتها أنبا غروريوس كان جاله زي ذبحة، فراح البابا شنودة كان أسقف لسه، وقال التعبير اللي الكل بيردده دلوقتي إن السيد المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته وفي اتحاد وكده، دي كلها أمور الكل يشترك فيها، هذا ما نتفق عليه. محدش قال في الطائفة المسيحية إن المسيح له المجد مش كامل في لاهوته ومش كامل في ناسوته، وإنه واحد من حيث شخصه أو أقنومه، الكل يقول كده. لكن نقط الخلاف لم تناقش ساعتها يعني، لكن دي القاعدة الأساس اللي بنبني، يعني إحنا في قاعدة مشتركة وفي مجال حلو نتفق فيه ممكن نكمل عليه نوصل للإيه؟ للوحدة الكاملة. ما هي العواقب من الخروج من الشركة الكنسية؟ العواقب يبقى الإنسان بيبقى محروم من بركات الكنيسة كلها. الشركة كفرد ولا ككنيسة ولا ايه؟ السؤال مش واضح. نعم؟ لا، ما كان الكنيسة مفروض بتبقى واحدة، وحدة ايمان، فلما يخرج بيبقى فيه يعني مشكلة كبيرة، المفروض الوحدة كويسة، فكان هيبقى منعزل، والعزلة ضد الإيمان، المفروض الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية زي ما بنقول، وخصوصا بقى لما بيكون الخروج عن الشركة بسبب الإيمان، ده ممكن بتؤدي للحرمان من الملكوت نفسه، لو الواحد إيمانه مش مظبوط فالواحد يخسر الملكوت ليه؟ وخصوصا زي ما بقول لكم لو مرتبطة بالإيمان. ما هي التعبيرات، ما التعبيرات الأرثوذكسية السليمة لتعريف الاتحاد الأقنومي؟ ذاكروا الوصف الاتحاد الطبيعي الأقنومي في البنود الـ12. بيشرح لنا معنى الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي بتركيز، يعني في البند الثالث يقول من فرق الأقنومين من بعد الاتحاد وربط بينهم بس بالاتصال أو يعني كذا حاجة كده، ولم يحسن توحيدهما بوحدة طبيعية أو باتحاد طبيعي فليكن محروما. هيفرق بين ويحسن توحيدهما، توحيدهما هما مين؟ الأقنومين باتحاد طبيعي، يعني الاتحاد الطبيعي
بينتج عنه اتحاد أقنومي. اتحاد أقنومي يبقى اتحاد طبيعي، الاتنين متزامنين ومرتبطين ببعض، لأن الطبيعة والأقنوم، الأقنوم ما هو إلا تفريد للطبيعة، وبالتالي ما فيش أقنوم من غير طبيعة ولا طبيعة بدون أقنوم، إلا لو نتكلم عن الطبيعة كحاجة معنوية، نتكلم عن الطبيعة البشرية، فهنا ما بتكلمش عن أقنوم، لكن بتكلم على كيان ملموس، يبقى بتكلم عن أقنوم بطبيعة. وهنشرح الحتة دهية يمكن هتبان بالتفصيل لما هنيجي نتكلم في نقط الخلاف بيننا وبين إخواتنا الكاثوليك، من ضمنها مفهوم الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي. فمش عايزين نستبق الأحداث، يعني دي من ضمن النقط اللي ممكن هندخل فيها التعريفات المصطلحات، لأن احنا بنختلف في كذا نقطة، هنمسك كل نقطة ونشرح. أول نقطة قلنا عليها اللي هي المصالحة، فيها كلام لغاية دلوقتي يقولوا مصالحة 433 صيغة المصالحة، وإن القديس كيرلس أقر بطبيعتين وفصل الأقوال في لغاية دلوقتي، فدي نقطة خلافية، فعشان كده كان لابد إن احنا نشرحها بالتفصيل ونشوف القديس كيرلس نفسه قال إيه، عشان نخرج من نطاق إن ده فهم خاص أو استنتاج خاطئ أو ما إلى ذلك. بكده يبقى خلصنا الأسئلة هنا وهنا، لو في أي استفسار آخر تحت أمركم. شكرا لحضوركم وحسن أنصاتكم، تفضلوا نصلي.